هذه مقدمة قبل أن أسأل الأستاذ حافظ أبو سعدة أو الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عما كان أو أما ورد في التقرير النهاردة اللي قدمه السيد محمد فايق رئيس المجلس للسيد الرئيس. مساء الخير يا أستاذ حافظ. مساء الخير يا استاذ لبيب، زي أهلا حضرتك. بك. يعني معلش كان في مقدمة لابد منها بس عشان لا والله مهمة جدا كمان. عشان موضوع حقوق الإنسان ده بقى عارف إزاي مقلق بالنسبة لناس كتير. ماذا هو ورد في حاجة مهمة التقرير؟ جدا للمواطن المصري زي ما انت قلتي فعلا يعني. طيب ماذا ورد في التقرير يا أستاذ حافظ؟ التقرير في الحقيقة يتضمن جزئين، جزء يتعلق بأنشطة المجلس سواء ندوات أو مؤتمرات أو زيارات للسجون، وما انتهى إليه من توصيات. الجزء الثاني القضايا المهمة اللي المجلس اشتغل فيها وعمل فيها نتائج جيدة، زي مثلا الاختفاء القسري. تقرير المجلس في الاختفاء القسري تقرير مهم جدا، لانه اولا لاول مره يبقى في تعاون مع وزاره الداخليه في الكشف عن حالات يعني كانت موجوده من ضمن حالات الاختفاء القسري، ثم كشفت وزاره الداخليه عن اكثر من 200 حاله موجوده في السجون ولديها تحقيقات ومحبوسين احتياطيا. وبالتالي احنا في الحقيقه قدمنا توصيه مهمه في هذا الاطار، وهي فكره الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي في حالات كثيرة تحول إلى عقوبة طالما أن هو طويل المدة وبدون حد أقصى ويمكن أن يستمر لفترات طويلة. فبالتالي يعني قدمنا فيها توصيات، أوضاع السجون قدمنا فيها توصيات أيضا، لأنه أهم توصية في الحقيقة تتعلق بكبار السن. إحنا في الحقيقة كان عندنا ثلاث حالات إحنا حققناهم، يعني حالة الرئيس الأسبق حسني مبارك لما كان في السجن وجالنا شكوى من جمال مبارك لعدم تمتعه بالرعايه الصحيه وتوفير الطبيب المعالج ليه، ورحنا وزرناه وانتهينا الى توصيتين. الاولى ان هو الكبار في السن يجب توفير رعايه صحيه دقيقه ليهم، ويفضل في هذه الحاله الافراج عنهم بشرط توفر الرعايه الصحيه بحيث ان اسرته توفر له الرعايه الصحيه. واتكلمنا على بالذات اللي فوق 80 سنه، لانه دول بيبقوا محتاجين رعايه فائقه لا يمكن ان تتوافر داخل السجون. وبالتالي كان توصياتنا سواء بالنسبه للرئيس الاسبق مبارك او بالنسبه لعاكف او بالنسبه للدكتور المستشار الخضيري، انه مثل هذه الحالات ان احنا نفرج عنها صحيا او نخل سبيلها انتوا كانت توصيتكم للثلاثه على حد سواء مبارك او مهدي عاكف او مستشار الخضيري، انه الثلاثه على حد سواء يفضل ان هم يكون يفرج عنهم صحيا لانهم عدوا ال 30 عدوا ال 80. لا بقى احنا خرجنا منها بقاعده عامه، قلنا ايه؟ قلنا القاعده العامه انه كبار السن واصحاب المرض الامراض المزمنه والتي تحتاج رعايه فائقه دولت يتم الافراج عنهم، وده طبعا هيتطلب انه يبقى في تعديل عندنا في قرار الجلطات الجنائيه عشان ندي الصلاحيه دي للسيد النائب العام القائم على تنفيذ العقوبه. تمام. النقطه الثانيه في الحقيقه كانت الحبس الاحتياطي، قدمنا فيها توصيه مهمه جدا خاصه بالحبس الاحتياطي، انه اولا في بدائل كثيره جدا للحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي ده احد الاشكال قيد الحريه اللي ممكن القانون يعمله اثناء التحقيق، وبالتالي في طبعا الالتزام بمكان معين ما يخرجش عنه، مدينه او قريه او حي. في كمان الضمان المالي، في كمان الضمان بالتسليم نفسه كل يوم في ساعه معينه لضابط الشرطه، ثم ده معناه انه ما يخرجش بره المدينه يعني طوال فتره التحقيق، والالتزام بتسليم نفسه لجهات التحقيق اثناء التحقيق. وهناك كثير من البدائل اللي نص عليها القانون المقترح الخاص غير الحبس الاحتياطي يعني. طيب استاذ حافظ يعني او دكتور حافظ، هل كان في يعني كان في قائمه للعفو الرئاسي والقائمه دي بالفعل تم تنفيذها؟ في قوائم اخرى كانت مقترحه ولكن لم نسمع لها تنفيذا، هل تقدمتم في المجلس القومي لحقوق الانسان بقائمه جديده لعفو رئاسي عن مجموعه من الشباب، ولا الملف ده اخباره ايه؟ لا احنا اشتغلنا في الملف ده بشكل كبير، في عدد من اللي احنا قدمنا اسمائهم افرج عنهم، وفي عدد لم يفرج عنه. ويعني قدمنا في الثلاث حالات اللي تم فيهم فحص الحالات اللجنه اللي شكلها الرئيس برئاسه الدكتور اسامه الغزالي حرب، وفيها عضو من المجلس الاستاذ محمد عبد العزيز. كل الحالات اللي كانت عندنا كنا بنديها للاستاذ محمد عبد العزيز. في حالات افرج عنها وفي حالات لا زلنا متمسكين بالافراج عنها،
لانها من حالات الشباب اللي يعني في الحقيقه قضوا فترات طويله في عقوبات، ويفضل افراج عنهم يعني بعد هذه المده، افراج بقى شرط، افراج بقرار من السيد الرئيس، يعني بصراحه بحيث ان احنا يعني نفك الاحتقان شويه عند الشباب بالذات اللي عندهم احساس بان هم بيتعرضوا لقمع نتيجه في الثوره. طيب ماذا عن فكره يعني السجون واحوال السجون؟ انا عارفه ان انتوا قمتوا ب 15 زياره من المجلس للسجون والمستشفيات التابعه للسجون، هل في التقرير احوال السجون ايضا؟ احنا طبعا تقدمنا بمجموعه من المقترحات فيما يخص الرعايه الصحيه، في ضروره لوضع قواعد معينه للرعايه الصحيه، يعني كان في مستشفيات كانت وقفت استلام السجناء زي مستشفى الجامعيه يعني، وبالتالي كان طلبنا انه نعيد مره اخرى توفير المستشفيات اللي فيها امكانيات اعلى بكتير من مستشفى السجن. مستشفيات السجن في الحقيقه تطورت شويه وفيها يعني بعض التقدم، انما لا زالت مش كافيه لبعض الحالات الحرجه اللي بتحتاج عمليات او بتحتاج اجهزه معينه للفحوص والاشعاعات. فده واحد. اتنين، في الحقيقه يعني التكدس في السجون كارثي، وبالتالي في ضروره يا اما يعني نقلل اعداد المسجونين والمحبوسين احتياطيا زي ما قلنا قواعد الحبس الاحتياطي الجديده، او بانه كمان نوسع قاعده الافراج الشرطي عن السجناء اللي قضوا مدة معينه والتزموا بحسن السير والسلوك، لانه السجون مساحه يعني مكتظه والواحد مش مع بناء سجون جديده، وانما يعني بدائل، في بدائل مقترحه عندنا كثيره، منها مثلا يعني استبدال عقوبات سلبة الحريه في المدد الصغيره بعقوبات ماليه مثلا. طبعا زي ما قلنا التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، بدل الناس ما تخش السجن يبقى بره السجن ومش بيكلفش الدوله حاجه، لكن في نفس الوقت ملتزم بالحضور اثناء التحقيق. فالسجون اخطر نقطه فيها في الحقيقه الاكتظاظ الشديد في اعداد السجناء في الزنزانه الواحده، وبالتالي ده يعني في الحقيقه بيؤدي الى عدم توافر الرعايه الصحيه المطلوبه للسجناء، وفي بعض الحالات بيتوفى اصحاب الامراض نتيجه انه ما تمش رعايته بشكل سريع وفي التوقيت المناسب. بشكرك دكتور حافظ ابو سعد عضو مجلس قومي لحقوق الانسان. هنحاول احنا نشوف نقرا التقرير الحقيقه.